اخوتي الحباب والصحاب، السلام عليكم. معايا اخويا رفيق بوكر، بغي يقول واحد الكلمه اللي هي مهمه جدا. نسمع مزيان حبيبي. اش نقول لكم، انا مقلق شويه وبغيت نقول واحد النوتيفيكاسيون اللي بغيت نبداها. واحد الحديث نبوي شريف ديال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا وصى على سابع شهر. حنا كنقولوا هاد الجيران ديالنا اللي كيسيئوا لملكنا العزيز وكيسيئوا لينا حنا كجيران ديالهم، ما كنسمحوش لهم. وكنقول لهم ان سيدنا الملك محمد السادس اللي هو سيدنا كنا مستعدين نعطيو القلب ديالنا، وسيدنا خط احمر. فلهذا بغيت نوصل واحد الرساله كذلك بالنسبه للشعب الجزائري. حنا خاوه بلا عدوى. كنبغي نتكلم مع دوك المسؤولين اللي هما عارفين رؤوسهم. ملكنا راه في عينينا وفوق راسنا، وكما قال رفيق الى وصلت القضيه نعطيو قلبنا، وقسم بالله حتى نعطيو قلبنا. ملكنا خط احمر. الو سيدنا خط احمر وعاودني منكم. الله الوطن الملك. الله الوطن الملك. السلام عليكم.